ضمن زيارته التي يقوم بها حاكم إقليم الشارع الأوسط عزيز محمد صالح لمختلف المقاطعات التابعة للإقليم، حيث تفقد المراكز الإدارية والمحافظات بهدف التعرف عن الإشكاليات التي تواجه الإدارة العامة في الإقليم. عباس أبكر مصطفى والمزيد من التفاصيل. هذه الزيارة التي قام بها حاكم إقليم شارع الأوسط عزيز محمد صالح إلى المقاطعات والمحافظات التابعة لإقليمه، وذلك من أجل الوقوف على سير العمل الإداري، حيث وصل الحاكم إلى مدينة كيابيح حجرة مقاطعة لاك إيرو. وبعد استقباله عقد الحاكم اجتماعا مع القادة العسكريين ورجال الأمن والإداريين بالمنطقة، وركز الحاكم خلال الاجتماع إلى ضرورة احترام المسؤولين الإداريين وكذا العمل الإداري. وبعدها قام الحاكم عزيز محمد صالح بزيارة إلى المستشفى المركزي الذي ما زال في إطار الترميم، وقد استمع الحاكم إلى العديد من الصعوبات التي يعاني منها المستشفى المتمثلة في انقطاع التيار الكهربائي لاستخدام بعض الأجهزة، وسبب ذلك إلى إتلاف بعضها. ومن ثم واصل الحاكم زيارته إلى مركز إداري رورو وأخذ فيها جلسة لنفس الغرض، كما أوضح للمسؤولين بأن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد ليست وحدها بل شملت العديد من دول العالم، كما حذر الحاكم على عدم تسبب بالحرائق في الغابات، مطالبا من القادة العسكريين والإداريين المحافظة على الموارد الاقتصادية للدولة. كل شيء اللي يهم التطوير على الإقليم بصفة عامة وألاقي له بصفة خاصة يخصني، وده يخصني في شندار جيتني لنصنط ونشيف مع كل المسائل القادمين هنا، مناشدا إلى ضرورة الحفاظ على الأمن والتعايش السلمي من أجل تطوير الإقليم، مؤكدا بأن كل هذه المطالب التي عرضت إليه ستؤخذ بعين الاعتبار وترفع إلى الجهات المعنية.